تمام ماشيين بيه، باقي غمضة الطرفين. يلا يلا سعد يا ابني امضي، استهدى بالله وامضي. مش لما اعرف انا بمضي على ايه الاول؟ والله امضي كده عمياني يعني. ده عقد ببيع الفيلا ودي قايمة بمحتوياتها. قايمة؟ ده حقي ولازم احفظه، ولا انت كنت ناوي تديني الفيلا فاضية؟ ايه ده؟ 12 شوكة و12 معلقة، هي وصلت للشقة والمعالق يا رشا؟ هي دي الأصول يا سعد يا ابني، وما دام أنت شاري ومش داخل على طمع، هتخاف من إيه؟ طمع؟ يا سعد يا ابني، دي حقوق ومحدش بيزعل من الحق. حق إيه؟ حق إيه؟ الحاجات دي أنا دافع تمنها، هتبقى في قايمة على نفسي ليه؟ يا سعد بيه، أنت مدي لمراتك فيلا، مستخسر فيها كام شوكة وكام معلقة؟ يا سيدي في داهية المطبخ كله. بس كده عيب، مش معقولة ننزل لمستوى الشوك والمعالق. انت شكلك كده مش جد وبتلعب بينا. انتوا اللي شكلكوا بتهزروا ولا ايه؟ نهزر؟ معقولة نهزر واحنا جايبين محامي؟ ما هو كمان مش معقولة تمضوني ورق زي ده. ماله يا استاذ، ده ورق قانوني 100%. ما انا عارف انه قانوني بس مهين جدا. يا سيدي اذا كنت طبعان في شوية المعالق والشوك شيلهم، مش عايزينهم. ايه يا بابا الكلام ده؟ ده حقي. خلاص بقى يا رشا، خليك انت احسن منه. اذا هو بخل عليك ما تبخليش انت عليه، ده مهما كان جوزك. يا سلام، لا لا، كرمه كرمه واولاد اصول. انت بتتريق ولا ايه؟ ولا بتريق ولا حاجه. فين يا عم الورق؟ خلينا نمضي ونخلص. يلا اتفضل. ايوه مبروك يا رشا، مبروك يا سعد. بارك لي على ايه؟ انا مش فاهم، ده انا خسران. ليه يا ابني؟ ليه يا سعد؟ مش اللي عند مراتك عندك برضو؟ ما هو لو زي ما بتقولي كده ما كانتش خدته. يلا يا رشا، يلا جهزي نفسك واسحبي جوزك على فيلتي. حالا يا بابا وهكون جاهزه. سعد، كلمه واحده اذا سمحت، انا عايزك. اتفضل. ايه؟ نسيتوا تكتبوا الحلل ولا ايه؟ لا ما تنساش تحاسب المحامي. وحاسبه ليه انا؟ الراجل جاي من طرفكم وانتوا اللي ليكوا مصلحه فيه مش انا. واحنا ايه وانت ايه؟ المصلحه واحده، ده احنا عيله. يا رب يا رب صبرني يا رب. ده انت جبل. طب اوعى بقى من قدامي، اوعى من قدامي لا عليك وبططك. كنت فين يا اشرف؟ كنت في النيابه يا فندم. خير؟ في تطورات في القضيه؟ كانوا عاملين عرض المشتبه فيهم وطلبوني عشان اشوفهم، يمكن الاقي حد فيهم من الجناه في قضيتهم. وتعرفت على حد منهم؟ لا لسه. ان شاء الله ربنا هيظهر الحقيقه يا اشرف. يا رب يا فندم، يا رب. نفسي اغمض عيني وافتحها والاقي الموضوع ده خلص. كل شيء باوان يا سياده الرائد. لو قبضت عليه هاكله باسناني. هو مين ده؟ اللي ضرب عليا نار وهرب هو وزمايله.